التعليم في مصر كيف تراه؟ التعليم طبعا مقدمة لأشياء كثيرة جدا جدا. الأصل في الكلام ده كله هو المرجعية بتاعتنا إيه كدولة في التعامل مع قضايا التعليم، الصحة، البيئة، أي من كان من القضايا المختلفة. في وقت من الأوقات كانت المرجعية في مطلع القرن العشرين أحمد لطفي السيد، طه حسين، مزني، كلهم بيتكلموا المرجعية بتاعتهم فرنسا وبريطانيا، الغرب، الدول الحديثة بتعمل إيه. ومن هنا عملية التحديث، نعمل عاملين كورنيش، نعمل كورنيش، ترمان، نعمل ترمان أخير. فبعد كده جت الفترة الناصرية من مصر 23 يوليو وما بعدها، اختلطت بفكرة الاشتراكية، فكرة العدالة بقت هي الأساس، المساواة هي الأساس، وإنه نعمل مشروعات زي السد العالي وحاجات، ونتكلم عن الوادي الجديد. فالمرجعية الحالية لمصر هي مرجعية، أنا في رأيي إنها المرجعية الخاصة بالتجربة اللي جت مع الدول البازغة الجديدة في العالم، اللي هي كانت حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية دول متخلفة وفقيرة جدا، وبعضها عانى كتير. يعني بتشوفي كوريا الجنوبية، الحرب الكورية، أول الحرب العالمية الثانية مسحتها بالأرض، وبعدين الحرب الكورية الأمريكان والصينيين، لكنها كافحت وتقدمت جدا بالضبط. فأنت عندك النموذج بتاع الصين، بتاع اليابان، بتاع سنغافورة، أندونيسيا، تايلاند، ماليزيا إلى آخره، البرازيل في الوقت الحديث، تجارب كلها الدول البازغة دي داست على صعوبات كتيرة حتى تصبح الآن في صفوف الدول المتقدمة. أنا رأيي ده المرجعية بتاعتنا، يعني أو ما ينبغي في رأيي أن يكون مرجعياتنا. طب هذا يستدعي أن يكون هناك تعليم رفيع المستوى في مصر؟ لازم، لكن أنا شخصيا شايف مقاومة شديدة ليها جدا من جهات متعددة، منها الرأي العام. الرأي العام اللي خد عبر حوالي 40 سنة على الدروس الخصوصية والسناتر والاستعداد للامتحانات الثانوية العامة عن طريق كتب معينة وتلخيصات معينة إلى آخره. حتى الناس اللي كانوا مبشرين، يعني لنا بعض زملاء من الكتاب اللي مهتمين أو بالتعليم، أول ما بيعرف إن الحكاية بطيئة وإنها أحيانا واخد خطوة خطوة وحاجات زي كده، أقولك هو الموضوع تابلت. لا، مش الموضوع تابلت طبعا، إنما التفكير بتاع التابلت، وإن التابلت بيتسع لحاجات كتيرة جدا، وإنك أنت عليك تاخدها صف بصف بصف، عملية مضنية إنك أنت تعمل كده. في ناس فيها استعجال، وفيها ناس عايزة القديم في الحقيقة لأن هي اللي عارفاه. لكن نفس الحكاية مثلا احنا اختبرنا فيها، وانا رأيي نجحنا فيها نجاح نسبي، اللي هي المتعلقة بالصحة، برضو من المجالات الخدمات التعليم. يعني حتوقف مع حضرتك عند الصحة، لكن عايز أسأل سؤال في موضوع التعليم. هناك فعلا مجهودات كبيرة جدا جدا في التعليم في مصر، ومع ذلك بنجد كل الشواهد القديمة موجودة، الدروس الخصوصية موجودة، التجمعات حول مدرس معين موجودة. يعني ما حسيناش أن في شيء ما جديد حدث في هذا الموضوع. لا، هو في من ما قبل الحضانة لغاية سنة 5 أعتقد، يعني في ده بيتم في بداية أجيال جديدة تتعامل مع أدوات جديدة، إنما فيما فوق ده كله، يعني عايز أقول لحضرتك حتى في هذه المراحل الأولى جدا، يعني نندهش لما نسمع إنه الآباء والأمهات بياخدوا ولادهم بيودوهم برضو للدرس الخصوصي حتى في هذه المراحل الأولى. هنا بقى الصراع مع القديم باستمرار، أو التوتر مع القديم، ويمكن محتاجين أدوات أخرى إن احنا نفك هذا الأمر. بعضه يرجع إلى الإعلام، بعضه يرجع إلى القرارات السياسية، بعضه يرجع إنه هو الأصل في موضوع الدروس الخصوصية. برضو احنا عندنا ظواهر لها علاقة مثلا بالمدرس والطبيب، إن المدرس في الحقيقة مرتبه لا يسمح له إن هو يعيش حياة كريمة بدون موضوع الدروس الخصوصية، والطبيب اللي يا إما بيسيب البلد ويمشي أو إنه بيبقى عامل زي المدرس اللي بيدي دروس خصوصية. فإحنا المشكلة الكبيرة دي مشكلة مجتمعية حول الوظائف المختلفة في المجتمع، لكن دي محتاجة متخصصين أكتر نشوف الدول الأخرى عملتها إزاي ونقيم التجربة التي هي من سنوات يعني.